السلام عليكم أخواني المتتبعين في القناة، قناة المعرفة تريسيان. اليوم جايب لكم فيديو جديد، و فيديو تقريبا كاين جوج هاد الابليكاسيون اللي غنقدم لكم اليوم. كان شفتها مع واحد الأخ، وكغير على حساب الريغلاج ديال التبصيل ديال البارابول. مي هادي فيها جوج امتيازات، فيها ديال التبسيط ديال البارابول، وفيها كاميرات المراقبة، انك تراقب المنزل ديالك عن بعد غير بالانترنت. تحط واحد في الدار، وواحد يكون سميتو، وغتخدم غير بتحكم التليفون الاخر غير بالاي بي. انا نوري لكم الطريقة كيفاش. هذا البرنامج هو برنامج مزيان، هو اي بي ويب كام. دخلوا لي المتجر بلاي ستور بحال هكا، اكتب اي بي ويب كام. هو هذا اللي طالع هنا، اي بي ويب كام. ويب كام هو هذا اللي طالع. ها هو هذا، كان بين لكم السميه ديالو. انستاليو، انا ديجا انستالي. خرج دابا. ها هو كيف ما كتشوفوا، هو هذا. ندخلوا ليه، كليكيو. هاد غير هاد الميزة ديال التبصيل ما كتحتاج الى انترنت، ما كتحتاج فيها الى انترنت. بلا انترنت كيمكن لك انك تصل هاد الكاميرا بالكاميرا الاخرى بالتليفون الاخر بلا انترنت، تقريبا على بعد واحد 60 متر ديال المسافة. بحال دابا تقريبا انت في الدار، ومخلي التليفون ديالك مقابل مع التلفزيون، كاينه بادو سينيال، كتبقى تبان عندك في التليفون الاخر بادو سينيال. كطلع السطح كتلقى باقا بادو سينيال. ان فوا انت كتريقل كيبان لك راه جات الصوره في التلفاز عندك ولا لا. الميزه الثانيه ديال كاميرات المراقبه، انا نشرح لكم الميزه الاولى كيمكن لي انني نطلق الواي فاي، نبارطاجي الواي فاي من هاد التليفون، نبارطاجي التليفون من هنايا لهنا، الواي فاي ديال التليفون. مي بلا كونيكسيون، ما كايناش عندي الكونيكسيون. ها نتوما كيف ما كتشوفوا، احنا نسدو هاد البرنامج وندخلو نطلقو الواي فاي للتليفون الاخر. هو هذا واي فاي بوان. دابا انا طلقت الواي فاي من هنايا، واخا ما كايناش الانترنت، طلقت لهاد التليفون. هذا انا غادي نحاول ان نتكونيكتا مع التليفون. انا تكونيكتيت مع التليفون. دابا مرحلة تشغيل الابليكاسيون، كيف ما كتشوفوا هي دي الابليكاسيون ديالنا. كنكليكيو عليها، كنهودو لتحت، كنلقاو ديماري لو سيرفر. كنوركو، كليكيو. هذه هي الواجهة ديال الكاميرا ديالنا، هذه اللي غنحطوها مقابله مع الريسيبتور. كيف ما كتشوف، هذه مقابله مع الريسيبتور. هنا كيعطيك واحد الاي بي. هنايا هاد الاي بي هو اللي كندخلو في التليفون الاخر، كندخلو في جوجل كروم،
كما هو http 192 http slash point double point 192 168 point. انا غادي ندخلو دابا. اي واحد غيعطيكم هنايا تحت من سميتو غتلقاوه مكتوب. انا غندخلو دابا في التليفون الاخر كيف ما كتشوفوا. غندخلو نمشيو لجوجل كروم وندخلو اش تي تي بي http دو بوان سلاش 192 بوان 168 واحد بوان صفر 107. اوكي وكان كان داكشي اللي عندك داك اللي عندك هو اللي داك الاي بي اللي طالع لك تما هو اللي كتخدم. اوكي ها هو الاي بي ديالنا هو ده. عطيني الواجهة ديالنا هي هادي ديال الواجهة ديال التليفون الآخر. غنجيو لهنا النافيغاتور. نافيغاتور غنكليكيو على النافيغاتور كيف ما كتشوفوا. ها الشاشة ديالنا هي أنا غنبين ليكم ها يديا هاي كتحرك. دابا هاد التليفون كيتكونيكتا مع التليفون تقريبا على بعد 60 متر ثم كيف ما كتشوف. واخا نبعد دابا التليفون غيبقى مكونيكت مع التليفون الاخر 60 متر. هات نديرو كاينه بلان دو اكرو هايا كان من الفوق كنوريكو على بلان دو اكرو باش تدور لينا باش تولي كبيره. هيا كيف ما كتشوفوا نحطوا شي حاجه باش انه تبان لكم بحال شنو نحطوا. نحطوا شي ورقه ولا شي حاجه باش تبان لكم الصوره مزيان. تبان لكم الصوره في التلفازه. نعطيكم هاد الورقة. كيف ما كتشوفوا برنامج مزيان. ونشوفوا الميزة الثانية. الميزة الثانية هي هذه. نمشيو للميزة الثانية. الميزة الثانية كتقتصر في انك تراقب المنزل ديالك او المحل ديالك عن بعد من طرف التليفونات بلا كاميرات المراقبه بلا والو. غير بالتليفونات تقدر انك تراقب المنزل ديالك بهاد الابليكاسيون. هادي يكون فيه الكونيكسيون وهادي يكون فيه الكونيكسيون باش انك تقدر تشوف هادشي اللي كاين هنا تشوفو هنا كيف ما كنشوفو. هي هادي ندخل الابليكاسيون هي هادي الابليكاسيون كاين. كنمشيو لهنايا نمشيو لهنا وكنديرو اي بي بارطاجي لي اي بي. بحال دابا عندك بغيتي تبارطاجي لي اي بي غير باش غدخل لي من التليفون الاخر تبارطاجي في واتساب من هاد التليفون للتليفون الاخر. انا ديجا انني مبارطاجي كتورك على بارطاجي كيدخلك لبلاصه البارطاج كتعزل الخيار اللي بغيتي تخدم به بغيتي بارطاجي بعدا انك توصل به في داك الاي بي اللي صيفطو يوصلك في التليفون الاخر. اوكي ها هو حنا ها هو التليفون ديالنا. كيف ما كتشوفوا التليفون ديالنا اش خدام 100%.
نطفئوا الإنارة باش يبان لكم داكشي. نطفئوا الإنارة ديال الفوق، الإنارة نطفئوا هادي باش يبان لكم داكشي مزيان. اوكي كيبان والو، هانتوما كيف ما كتشوفوا هي خدامة. نمشيو لهنايا ونجبدو الاي بي اللي بارطاجينا هنا، هو هذا اي بي، ها هو هذا الاي بي. هانا دخلت ليه، نمشيو للنافيغاتور. دابا هذا ما كاينش 60 متر، هذا فيما مشى يخدم معاك غير انك تطلق الكونيكسيون ويكون ديجا عندك خدام، حيت اصلا الابليكاسيون هو خط، وخط في ليكرون كيبقى خدام الابليكاسيون كيف ما كتشوف هاي، كيف ما كتشوف التليفون طافي وانا هاتوما كيف ما كتشوف ليكرو طافية ديال التليفون الاخر هو خدام. هاد الفكره اللي لدينا، هذه فكره مزيانه. اي فكره كنشاركوا معكم باش نفيدوا الناس، وما نبغيوش نلوحوا اي حاجه كانت. ما تنساوش انكم تدعمونا بواحد اشتراك للقناه ولايك على الفيديو وتفعيل الجرس ليصلكم اي جديد ان شاء الله. وما تنساوش انكم تدعمونا، محتاجين الدعم ديالكم. الله يجزيكم بخير، وان شاء الله في فيديو قادم نجيب لكم شي حاجه جديده. في امان الله، في فيديو قادم ان شاء الله.